كتاب الله. الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة، لكنها تحتوي على أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية. هي أنهار لا تنضب ولا تجف ولا تتعب، متدفقة دائما بالكثير من العطف الذي لا ينتهي. هي الصدر الحنون الذي تلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك. الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء. هي التي مهما حاولت أن تفعل وتقدم لها فلن تستطيع أن ترد جميلها عليك ولو بذرة صغيرة. هي سبب وجودك بعد الله عز وجل في هذه الحياة، وسبب نجاحك. هي عونك في الدنيا، وهي التي تدخلك الجنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات. فهل يوجد أعظم من هذا؟ هل يوجد شخص في العالم يستطيع أن يوصلك للفوز بالجنة؟ إنها الأم التي تعطيك ما لا يستطيع أحد أن يعطيه لك.